نرحب بإلحاح في دعوتنا من هذا اللقاء. نقدم ما نزعم وما نعتقد أنه هي خاصة ترتبط بشرع القانون، مسكونين فقط بنوايا حسنة من أجل تجويد هذا النص، لا سيما وأن جزءا من القاعة وأقصد بالضبط من الأساتذة المحامون يعلمون جيدا خطورة الطب الشرعي والممارسة الطبية في هذا الباب في علاقتها بالعمل القضائي، لا سيما ونحن أصبحنا نتحدث عن الأمن القضائي وعن الخطأ القضائي. ويقينا أن الممارسات التي سادت لسنوات طويلة لا يمكن أن نستخلص منها إلا أنها كانت تساهم بقسط وافر في عدم تحقيق من جهة المحاكمة العادلة وضمانة هذه المحاكمة بالنسبة للمواطنين الماتين أمام العدالة الجنائية، ومن جهة أخرى تسهم بعض هذه الممارسات في الأخطاء القضائية. ربما نعلم ولكن ليس على وجه الدقة واليقين كم من بريء أدين وكم من مجرمين برئ نتيجة مثل هذه الممارسات. خطورة الطب الشرعي تحتل أو تبرز وتبدو من زاوية احتلالها مكانة أساسية في آليات السياسة الجنائية المعاصرة. الطب الشرعي يحظى بأهمية كبرى في فك ألغاز عدد كبير من الجرائم، والمشروع اعتبر الأطباء الشرعيين كمساعدي للعدالة بصفة عامة والعدالة الجنائية على وجه الخصوص. ويعتبر أو تعتبر إسهامات الطب الشرعي على مر التاريخ ذات قيمة مضافة لإمكانية فصل القضاء في الخصومات التي تعرض على أنظارها. ولاحظوا معي ونحن نتحدث عن الطب الشرعي وبطريقة لاواعية نربطه بالتشريح الوفيات والجدات، وربما هذه الصورة النمطية للطب الشرعي ترتبط بجوانب تاريخية لتطور الطب الشرعي. كان يرتبط أو كان المحور الأساسي لعمل الأطباء الشرعيين يكمن في تشريح الجدات، ولكن أكيد أن بتطور العدالة الجنائية ومتطلبات هذه العدالة انفتح أو تطورت الممارسة الطبية لكي تتجاوز هذا الإطار التقليدي. ولاحظوا معي أيضا فيما يتعلق بالتسمية، نتحدث عن الطب الشرعي وهو ترجمة ربما تبدو غير دقيقة للميديسين ليغال. بعض الأنظمة العربية المقارنة تستعمل الطب القانوني الشرعي ربما غير يحيل على الشرع كناية بالقانون، ولكن كيفما كانت الحل المشروع الآن احنا ولفنا أن نستعمل الطب الشرعي، فإذا الآن أصبح شائعا وأكيد أنه سوف يتم ترسيمه بصفة نهائية. ودائما ما نواجه بأسئلة من قبيل ما هي وظيفة الطب الشرعي؟ يمكن أن أجمل هذه الوظيفة في كلمة: الطبيب الشرعي يقدم أجوبة علمية لمشكلات قانونية. الطبيب الشرعي يقدم أجوبة علمية لمشكلات قانونية لكي يمكن للقاضي أن يقدم أجوبة قانونية لمشكلات طبية.
هناك نوع من الانتراكسيون ما بين عمل الطبيب وعمل القاضي او العداله بصفه عامه. ولكن دعونا ننظر للطب الشرعي لابراز خطورته من زاويه اخرى. توصيف الطبيب الشرعي لحاله معينه قد تؤرجح الفعل من جنحه الى جنايه او العكس. ويمكن لتوصيف طبيب شرعي ان ينجم عنه تحديد الوضعيه القانونيه للمتهم او للشخص المتابع بين ان يتابع في حاله صلاح او ان يتابع في حاله اعتقال. ودعونا نرى ابعد من ذلك، يمكن ان نقول ان الطبيب هو من يملي القرار على القاضي حينما يقوم، وهذه الخطوره. ومن قراءه مقتضيات المشروع ربما فكرت بطريقه قد تبدو غير ملائمه لما هو سائد. لماذا نشترط في المحامي عددا من السنوات لكي يترافع امام محكمه النقد؟ ولماذا لا نلتمس او نشترط ان تكون هناك هيئه جماعيه في تشريح جثث المتوفون في حالات الجنايات بالنظر لخطوره العقوبات التي قد تترتب عن ادانه المتهم في مثل هذه القضايا؟ يمكن ان نتحدث عن طبيب شرعي في الجناح مثلا وفي القضايا المدنيه، ويمكن ان نتحدث عن هيئه جماعيه في الجنايات. انا لا اطمئن، ليس من باب النية السيئة ولكن من زاوية دعم الضمانات. تصور معي أن قرار أو مصير مواطن يقف على خبرة شخص يمكن أن يخطئ كما يخطئ كل الناس. فإذا ربما كان من الأفضل دعما لهذه الضمانات، لا سيما وأن الوثيقة الدستورية تتحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة وعن غيرها من قرينة البراءة وغيرها، أن نلتمس يعني تكريسا وتنزيلا أفضل لهذه الضمانات. أنا لو استشرت لقلت على أن في الجنايات لا بأس أن نمر ولو في مرحلة انتقالية معينة إلى هيئة جماعية لإمكانية أن تكون حتى الأحكام القضائية الصادرة يطمئن لها الرأي العام. ونعلم وتعلمون أنا دائما كنت أقول لطلبتي أمران لا أطمئن إليهما: شهادة الشهود وخبرة الطبيب. لأن لدينا في المغرب ظاهرة الشهود بالأداء، وكل من يتقاطع مع العمل القضائي يعرف هذه المشكلة. ولدينا شواهد المجاملات لسيرتيفيكات دو كومبليزونس، وهي ظاهره متفشيه وكلنا نعرف. نقدر نقبل شهاده مجاملات في قضايا طفيفه، ولكن في قضايا جنائيه قد ترهن حريه ومصير مواطن ربما لبعض الوقت في السجن، لا اعتقد على ان الامر يجب ان يسترخص بهذه الطريقه. لدي ملاحظات سوف اعود اليها بالتفصيل، ولكن لاحظوا معي. مثلا كنت اود ان اشير هذا المشروع الى ضروره استعمال سجلات خاصه لتسليم شواهد الطب الشرعي. خص يكون عندنا واحد انغوجيست مثلا باش نطمئنوا ونعرفوا. لا يوجد اطار شرعي مرجعي وطني لتحديد مده العجز عن العمل من اجل توحيد المعايير على الصعيد الوطني، لان ما قد يشرعه طبيب في طنجه قد في نفس الحاله قد لن يشرعه طبيب. لاحظوا معي على ان عمل رئاسه النيابه العامه هو مشكور في هذا الباب، يسعى الى توحيد معايير من اجل عدم تفاوت صارخ في قرارات قضاة النيابه العامه، من اجل تخصيص نفس المتهمين او المتواجدين في نفس
الوسطاء بنفس المعامله، نفس الامر يجب ان نعمل على اساسه. لاحظوا معي ان المشروع يتحدث بطريقه خجوله عن وظائف النيابه العامه في نطاق الطب الشرعي، لا سيما وانها توجد في 90% من الحالات طرفا رئيسيا في هذه الملفات، اما كجهه تنتدب طبيب شرعي تنجزها النيابه العامه، وكان من الافضل ان تحدد بدقه الوظيفه الرقابيه للنيابه العامه في هذا الباب. ايضا وهذا يجب، لست ادري ما اذا كان يجب ان يتضمن في المشروع ام خارج المشروع، ولكن يجب على الاتحاد ان نجد له حلول، وهو معضله المحتوى الغير علمي وغير دقيق لتقارير الاطباء الشرعيين ببلادنا. انا حضرت شي 50 لعقل عليه 50 عمليه تشريح في نطاق التخصص العلمي ديالي، 50 عمليه تشريح طبيه، ولاحظوا معي على ان حينما نقوم بتحرير عدد من التقارير نجد ان لاكوز دو ديسي ان اري كاردياك، سبب الوفاه توقف القلب، ولا اعتقد علميا ان الوفاه هي توقف القلب، واخا هو توقف الدماغ ولكن غيسيلو معايا وقف ليه القلب، ولكن من هذه الوجهه لا يعتبر تقرير الطبيب الشرعي ذو قيمه مضافه الى القاضي، القاضي يبحث عن سبب الوفاه والتقرير يقول ان سبب الوفاه هو توقف القلب، معناه ان كاين مشكل ديال، ومعظم الساده القضاة يشتكون من رداءة الخط الذي يكتب به التقرير ديال الطبيب وغير مطروق على الاطلاق. الآن إذا عدنا إلى مشروع، الملاحظة الأولى التي سوف أبديها هي الآتية، في التجارب المقارنة سوف نلاحظ على أن لا سيما في بعض الأنظمة المتقدمة سوف نلاحظ على أن الأطباء الشرعيون ليميتالجيست يعتبرون ضباط للشرطة القضائية، وهم بهذه الصفة يشتغلون مع الأجهزة الأمنية كمرؤوسي لجهاز النيابة العامة. الباب راه مسد لهم، لم يقدم هذا الجواب، لأن يبدو على أن النيابة العامة والقضاء هو يلتمس خبرة، يعني ما عندوش ديالو هو. ونعلم على أن البحث التمهيدي ينجز بتعليمات وبتوجيه وبإشراف من قضاة النيابة العامة، وأن الشرطة العلمية والدرك الملكي سوف يتوفر آجلا، الدرك يتوفر ولكن الشرطة العلمية نحن قادمون في الطريق، ربما سوف نصل في المدى المتوسط إلى إدماج أطباء في قطاع الشرطة وقطاع الدرك لكي يحملوا صفة ضباط الشرطة القضائية ويصبحون متابعين لقضاة النيابة العامة ويقومون بالانتقال الى اماكن ارتكاب الجريمه ومعاينه الجثات والقيام بتشريح للجثات، طبعا في نطاق المسطره ديال البحث التمهيدي، وهذا امر اغفل عنه المشروع. ايضا عندي انا الديكالاج في المواد، عندي مشروع الثاني انتم عندكم الاخير، ولكن على اتحاد الماده 4 لست ادري ما هي الماده التي توافق التي ورد فيها تحدد ما هو الطبيب الممارس للطب الشرعي فيما يلي. الماده 3 عندي هنا الماده 4. كنت اود ان تصار هذه الماده بطريقتين، الطريقه الاولى وهو إعادة تدقيق لغة الصياغة لكي يفهم القارئ على أن محتويات أو تحديد الاختصاص للمهام التي يمارسها الطبيب الشرعي
هي اختصاصات واردة على سبيل الحصر. نعلم على أن طريقة القراءة القضائية لبعض النصوص تجعلنا موزعين بين إشكالية ما إذا كان هذا النص واردا على سبيل الحصر أم واردا على سبيل المثال. الأمر الذي قد يطرح في القراءة الضيقة لمقتضيات مضمون أو لمضمون المادة 3 سوف تجعلنا نطرح تساؤلات: هل يجوز للطبيب الشرعي أن يقوم بهذا رغم أنه غير وارد في هذه المادة؟ وإذا نعم يمكن أن نقول نعم، ولكن هذه المهام على أي حال أنا لست من عشاق تعداد في النصوص القانونية، يمكن أن تصار بطريقة تجعل الباب مواربا لإمكانية أن نستوعب تطور العلوم الطبية وما سوف ينجم مستقبلا. أيضا المشروع لم يحدد بدقة طبيعة العلاقة بين الطبيب الشرعي والجهات القضائية. سوف نلاحظ كان على محرر هذا المشروع أن يشيروا بطريقة لا لبس فيها إلى ما يلي: ينعقد اختصاص الطبيب الشرعي للقيام بمهمة من المهام المنوطة به إما بناء على أمر قضائي إما بناء على طلب المعني بالأمر. هذا جزء مع ضرورة التمييز بين ما يمكن أن يلتمسه الأفراد من الأطباء الشرعيين وما لا يمكن أن يلتمسه إلا بناء على أمر قضائي. وهذا أمر ما وضحش ما فيه الكفاية، لأن كان يجب على الأقل أن نحدد طبيعة هذه العلاقة، واش طبيب الشرعي من نور راسه كيخدم أو لا أنه خصو أمر قضائي، وشنو هي الحالات اللي خصو فيها هذا الأمر القضائي، وشنو هي الحالات نحن كأفراد يمكن أن نلتمس من الطبيب الشرعي أمر ما، وما هي الأمور التي لا يمكن لنا أن نلتمسها إلا بناء على أمر قضائي. أيضا في المادة 7 معرفش ما كتوافقش معاها، يمكن هي المادة 6 وسجلت فيها حق الطبيب الشرعي في تشريح نفسه، ولكن فصل الحق فاش بقيت نقدمها المشروع ونلقاها كاين القدام، يعني ماشي في المكان اللي خصها تكون فيه. وحق الطبيب في أن يجرح نفسه أمر طبيعي جدا، إما لعداوة، إما لقرابة، إما لتنافي المصالح. نعلم على أن الأطباء تكون عندهم مصالح إما مع مختبرات طبية، إما مع شركة أدوية، إما كما قال المشريع، إما في العلاقة الخاصة مع المريض كمعالج أو كشيء من هذا القبيل. وبالتالي فيجب إعادة تدقيق الحالات التي يمكن للطبيب أن يجرح نفسه دون نسيان، وهذه راها ما كايناش هنا، دون نسيان. يمكن غادي نرجعوا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون المصالح المدنية التي يمكن فيها الطعن أو الجرح في الخبير من طرف كل ذي مصلحة. أيضا كان ضروري جدا المشروع ينظم طرق الطعن في الخبرة. صحيح قد يقال وهاد الطرق راه كاينه في المصدر المدني والمصدر الشرعي، ولكن على الاقل بما انه نص خاص، بما انه نص خاص انا كمتهم وطبيب شرعي كيعطي شهاده طبيه، على الاقل فتح لي الباب انا فين غادي نمشي، اما غادي ما عرفتش النص ما قالش ما حددش، لم يحدد ما فيه الكفايه حقوق الاطراف فيما يرتبط حتى إذا كانت المهمة التي أجرها الطبيب مشرفة بطالبها مثلا. كاين واحد الإشكال في المادة 8 هي المادة 7 في الفقرة 3: يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المهني. ثم يأتي في الفقرة الثالثة: لا يسري المنع المقرر، يعني ديال الكتمان ديال السر المهني، لا يسري المنع المقرر أعلى على المعلومات والوثائق والتقارير التي يقدمها الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للجهة القضائية المختصة. وأنا من وجهة نظري ديالي راه الصياغة معيبة. لماذا معيبة سيدي النقيب؟
معيبالي ان كاتب هذه الفقره يعتقد على ان احاله التقارير على القضاء يرفع السريه، ولكن اذا كانت التقارير سوف يحال على قضاء الحكم. اما اذا كانت المسترده قاضي التحقيق او في نطاق مصادر البحث التمهيدي وهي مشموله بسريه التحقيق، فلا اعتقد على ان الطبيب سوف يعفى من سريه كتمان السر المهني، يعني ان السر المهني يرتفع اذا كانت الخصومه منشوره امام القضاء. اما امام قاضي التحقيق او قضاه النيابه العامه وهذه المرحلتين بجوج مصادر البحث التمهيدي او مصادر التحقيق الاعدادي كيحكمهم مبدا سريه التحقيق، معناه انه ولو احال الطبيب الملف على قاضي التحقيق او قاضي النيابه العامه فهو ملزم بسريه التحقيق راه بكتمان السر المهني. راه الصياغه راه ناعمه، راه ممكن هنا ان الطبيب يمكن غير يعطي التقرير للوكيل الملكي والوكيل العام ويمشي للقهوه ويبقى يهضر بعله انه رفع عنه الحرج. انا ما لا دافع على التوال لان نص تيقول هذا الشيء، ولكن من ناحيه الثقه، لان في المسطره الجنائيه كنعرفوا بلي ان مصر التحقيق الاعدادي والبحث التمهيدي مشموله بسريه التحقيق والامر، والمشرع يقول ان كل من شارك في الاجراءات مشمول بهذه السريه.
انا تخوف اللي عندي هو نعيش نفس الحاله اللي كاينه في 2016. انا الاسره وربع سنين غادي تولي شي 30 عام. هاي غادي تولي شي 30 عام دون نسيان ملاحظة في المادة 28 في الفقرة 2 غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلم نسخة من التقرير المذكور أو أن يسمح بالاطلاع عليه من قبل الضحية. وأعتقد على أن هناك تعارض بين سرية البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وتسليم تقرير أو لذوي حقوق المتوفى ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق. أعتقد على أن مثل الخلاصات مثل ربما بشكل ضمان حقوق الأطراف كان ممكن أنه يقولوا أن يسلم لدفاع لدفاع يخليو عليها ما لأننا نراها شخصية لأن المحامي ملزم بالسير المهني، ولكن أنا يدخل عندي ضحية ولا أنا ونعطيه الدكان ديال الطبيب الشرعي وأنا براسي ملزم لأن المسطرة ديال البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي مبنية على مبدأ سرية التحقيق. هنا الصياغة معيبة، كان يجب أن يكون أن تسلم للدفاع ذوي الحقوق أو لدفاع الضحية ماشي ليه شخصيا، لأنه ممكن يمشي يطبعوا وكنعرفوا الآن الواتساب وهذا وكنطلعوا حنا كاع المساطير هما خدامين وعباد الله كيقراو في المقاعد. فإذا أيضا حتى الصياغة ديال المادة 22 معيبة ولا تستقيم مع القواعد والإجراءات العامة في قانون المسطرة الجنائية. وشكرا سيدنا. شكرا للدكتور أحداف على مساهمته القيمة التي كانت ممتعة على جميع المستويات وبأسلوب لا شك أنه أدى إلى الغاية منه وهي الفائدة المتوخاة من هذا اللقاء في إطار القراءة الموضوعية النقدية في المشروع في أفق تجويد هذا النص بما يكفل الغايات وأيضا الغايات التي من أجلها جاء هذا المشروع بصفة عامة. شكرا لكم جميعا على الإنصات وننتقل الآن بعد إذنكم إلى مناقشة والكلمة القاعة على أساس